طيب نروح إلى حكاية أبو سفيان. أوه الحكاية شيء مهم. شوف الحكاية، الحكاية هذه أول مرة أقولها، طال عمرك وحنا صغار بالضبط سنة 1399 انتبه بالميلادي 1979 كنا في حارة اسمها حارة في المصانع في المدينة المنيرة على ساكن ثراها الصلاة والسلام، وكان عندنا فريق اسمه الانتصار وفريق جنبنا اسمه النجاح. والحقيقة فريق الانتصار هذا كله هزايم، وإحنا كان عندنا رعونة وكان عندنا ثقة بالنفس لدرجة أن ما نعترف بالهزايم مع أننا ننهزم، بس كان عندنا وحنا صغار ما أدري واحد من الحارة زرع فينا ذهنية المؤامرة. وصرنا إيش نسوي الآن؟ كل ما انهزمنا من فريق النجاح عندنا أعذار جاهزة، خذ عندك العذر الأول، نقول أن الحكم عزموه على مطبق، فتح بالحارة محن مطبق والحكم نهي الحارة، يعزمون وتكف فوزنا. اثنين والله انه ما اعطوا للحارس بسكوت، بسكوت كانت الايام جاء الناس شاي يعطونه بسكوت، الحارس يسوي نفسه كذا وتدخل الكوره. بعدين قلنا هو انتم زميلكم؟ ايوه اقول لك شوف المعامره كيف اذا بدات. بعدين قلنا انه والله يا اخي انه في واحد من دوله افريقيه في الحاره مسبح، ودائما احنا نقول ساحر، قلنا استعانوا في الساحر هذا وفوزوا. فكره الدنبوشي. بالضبط الدنبوشي. بعدين قلنا لا هناك يا اخي بعض لاعبين الخصم اخذوا منشطات، وش حلاوه طحينيه وقورو شاي بالحليب تعطيك طاقة، منشطات. بعدين كبر الموضوع قالوا لا أنه الهوى، حنا نقول الهوى كان ضدنا، لذلك الكرة تشوتها ترجع علينا. استمرت الأمور بهذه الأشياء. بعدين جاء واحد قال لا تصدق المهاجم حقنا أمس سهروا للساعة واحدة فسحروا لعيبتنا. المهم أراد الله كان في مدرب اسمه أبو الفوز مسمينه، يعني فريق مدرب إنقاذ، أي فريق من هارج جاء وجلس يدربنا، أعطيناه كل واحد ريال في اليوم بريال يدربنا، حنا 12 ريال. فقال شوفوا يا شباب إذا أنتم بهالعقلية والله لن تفوزون أبدا أبدا أبدا، قال العبوا حطوا جهدكم في الملعب وتنتهي الأمور هذه. وفعلا والله بعد ما خلصنا من ذهنية المؤامرة أبو يحيى بدينا نبدع ونفوز. أنا كنت أعتقد أنه هذه المشكلة مشكلة فريقنا، لقيت أنه بعض الأندية مش في السعودية حتى في أنحاء الوطن العربي أنه هذه الذهنية جارية، أنه ما يفكر في تطوير نفسه، يفكر كيف يبرر غلطاته وأنه خارج عن إرادته. 6 أشياء وحنا صغار، سحر ودعم ومنشطات، حلاوة طحينية منشطة. واحد قال مدرب قال لي غبي طيب انتوا كلوا حلاوه طحينيه زيهم. الذهنيه دي موجوده الان بكثره اي انا اعتقد شوف عشان ننصف الناس ايه؟ كل الانديه فيها ذهنيه مؤامره، لكن بعض الانديه 5%، بعض الانديه 10، بعض الانديه 50، بعض الانديه 70، بعض الانديه 90. هو العربي بشكل عام، العربي بشكل عام حتى في السياسه تلقى عنده شويه ذهنيه، بس احنا نتكلم في الكوره، خلينا في الكوره، انه لانه طبيعي انت لما تبغى تقول خسرت فتبحث عن حكم فار مدري ايش مدري، بس احنا صار شوف كيف ذهنيه متقدمه، حلاوه طحينيه يقول منشطات والحارس حزمنا وعلى حكم حزمنا بس طيب. بعدها والله يا ابو يحيى جانا ابو الفوز هذا المدرب الله يذكره بالخير الى الان عايش ويذكر القصه، نقلنا فعلا صرنا نفوز، اخذنا انتصارات، صار فريق النجاح سميناه فريق الفشل. طيب من اسقاطاتك في الحكايات الرياضيه الى فاصل نروح لفاصل. وين اسقاط ابو يحيى؟ انت تقول انه موجوده عند انديه بنسبه 70 و90%. اي موجود في كل الانديه 90% معناته النادي مسيطر عليه نظريه المؤامره اذا 90. انا قلت حنا نادينا مسيطر عليه، يعني حنا الانتصار مسيطر علينا، كيف غيرنا؟ طيب نروح الى فاصل ثالث في حلقتنا، بعد الفاصل بنلقاكم في المشي وفيديوهات، خليكم قريبين.